ماشي مشكل، رجع الله ماشي مشكل. رجع الله باش اللي نقول لك عطيني شي حاجه نتاع حيد. واخا تفضلوا خويا. صافي صافي مشاهدي قناة شوف تيفي، كما كتبعو معنا فهنا كتتم عملية وضع السيراميك، يعني أول مغربي يعني دخل هذا المجال هذا على حساب كما قال لنا. فما عمرك غادي تشوف السيارة ديالك يعني مخبشة كما كنقولو، أو عليها آثار ديال الوسخ، أو يعني تلقدام دغيا. فتبعو معنا كيفاش كتتم عملية وضع السيراميك. فالتقنية يعني معروفة في أوروبا، خير دليل يعني ملي كتشوفوا أن السيارة جاية من برا كيبانو بحال جداد، هما ما تيكونو جداد، إنما هو كيكون توضع ليهم هاد التقنية ديال السيراميك، واللي كتخلي السيارة ديالك جديدة. فالإشارة يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، فالتقنية هذه يعني ماشي غير كتعتمد على البرودوي فقط، فغير
المحل اللي حنا متواجدين فيه فعنده كما كنقولوا تقنيات بحال لافرا روج، كاين واحد الجهاز كيحسب الحراره، فملي كتوصل واحد درجه الحراره كتفوق الدرجه اللي يمكن تحملها السياره فالجهاز كيعطي اشاره. بالنسبة للمتابع قناة شوف تي في اللي كيسولو على الثمن ديال هذا، فباقي التفاصيل فغادي نحكيها لكم هاد الشاد هذا يعني مباشرة بعد ما نحضرو معاه الجهاز في هاد السيارة. فبالنسبة للإخوة اللي كيهضروا على الرداءة ديال الصورة، فهذا راجع إلى أننا داخلين واحد المكان اللي فيه الانفراروج، يعني حتى الإضاءة يعني إضاءة مختصة. تقريبا شحال خاص ديال الوقت باش يتوجد الطوموبيل كامله؟ لا الطوموبيل تقريبا في اجمال يومين. فمشاهدي قناه شوف تيفي كما تشوفوا معنا، فالسياره الواحده يعني كتستغرق يومين، يعني كتبقى في المحل باش يطرى لي هذه العمليه ديال السيراميك. يعني اللي ضيق الوقت غادي نكتشفوا اننا غير واحد البلاصه الى نقوموا بالطلاء ديالها بهذه الماده اللي كتسمى السيراميك مع هاد احد التقنيين اللي كانوا سباقين لهذا المجال. كما كتشاهدوا معنا فالان تم عمليه وضع السيراميك بهذه التقنيه. يعني حتى الادوات اللي كتستعمل في التقنيه لا من المناديل لا من كما كنقولوا البونش اللي كيتستعمل فهما كاملين يعني عندهم دور واحد، يعني ما كتستعملوش مناديل عاديه لان اي حاجه عندها الادوات تاعها.
يعني مشاهدي قناه شوف تي في كما تشوفوا معنا الان غادي تشوفوا التجربه ديال السيراميك، يعني المكان اللي توضع فيه السيراميك، يعني رغم اننا غادي نرشوا فيه الماء فما غاديش يفزق. يعني كما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، فالماء ما كيشبرش في المكان اللي دار لي السيراميك، العكس ديال المكان الاخر. فكما كتشوفوا فالمكان اللي توضع فيه السيراميك فالماء ما يشيش فيه، ولكن المكان الطبقه الاخرى او المكان الاخر فالسيراميك فالماء بقى شاد فيه. يعني كما تشرح لنا الاخ فتيقول بان غير تحرك الطوموبيل فكيتساس هذا الماء، وكذلك بعامل الرياح. فغادي نحاول نقربكم يعني حتى تلاحظوا معنا، يعني الماء ما لاصقش في السياره، يعني فقط يعني غير التحريك يمكن لك تخدم السياره. لا تخدم السياره وغادي يبدا الفرق. تحرك البرد فهمتي، تكون غاده اذا مشاهدي قناه شوف تي في، بالمثل باش معنا مباشر الى مباشر اخر، وشكرا.